عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقوام غير من حياتهم كتاب الله وبدل مسيرتهم كلام ربنا جل وعلا، لكن في الناحية الأخرى هناك أقوام تجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أحوالهم ورفع هممهم وعزائمهم وشحذ نفوسهم للعلياء. النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: نعم الرجل عبد الله، أي عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل. راحت هذه الجملة. ماذا صنعت في نفس عبد الله بن عمر؟ ما زالت باقية في قلبه. قال سالم بن عبد الله: وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. الرحمن السلمي رحمه الله يدرس الناس كتاب الله 40 سنة وهو باقي على هذا التدريس والتعليم، عليه الآباء والأبناء والأحفاد وهو يعلمهم كتاب الله. ما الذي أقعده هذا المقعد؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه.